بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي اس بي سي ومستمعين عبر اذاعه جده، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده اللي حاب يتواصل فيها معنا من خلال تويتر على الهاشتاج الذي يظهر امامكم على الشاشه، واللي حاب يتواصل معنا في نقطه نظام بسؤال، رايه، تعليقه، مداخلتك، اللي بخاطرك قوله عبر تطبيق الواتساب وسجل فيديو، لا ترسل رساله نصيه تكفى، سجل فيديو وارسل على الرقم الذي يظهر امامكم على الشاشه 057 011 0211، واللي ضيع يروح لحسابنا في تويتر يلقى كافة التفاصيل موجودة هناك بما فيها البث المباشر من خلال حسابنا في تويتر وحسابنا في اليوتيوب. الوحدة مع القوة الجوية العراقي، يعني انتهت المواجهة الرسمية أو الأشواط الرسمية ما بينهم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، واتجهت إلى الأشواط الإضافية، والآن تقريبا على نهاية الشوط الإضافي الأول، وما زالت النتيجة هي التعادل الإيجابي ما بين الفريقين بهدف لمثله. يعني بصراحة الوحدة لم يتمكن من الحفاظ على تفوقه عندما تقدم بهدف مقابل لا شيء حتى الدقيقة 92، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع في الشوط الثاني استطاع القوة الجوية إحراز هدف التعادل من هفوة أو غفوة دفاعية حدثت في الدقيقة 92، تمكن من خلالها القوة الجوية من تسجيل هدف التعادل وتمديد المباراة إلى الأشواط الإضافية. والوحدة يعني في هذه الأشواط يلعب بقوة أضعف لأن عدد من اللاعبين خرجوا، أبرزهم أنسلمو، روح الفريق خرج بسبب الإصابة خلال مجريات الشوط الثاني من الوقت الأصلي للمواجهة. نتمنى أن الفرسان يواكبون الحدث ويسجلون التاريخ ويسطرونه من خلال هذه المواجهة، وإن شاء الله ما تتمدد لأشواط إضافية، لعل إن شاء الله الفرسان يقدرون وهم قادرين إن شاء الله أنهم يحسمون الفوز خلال هذه المواجهة وخلال هذه الأشواط الإضافية اللي خلاص على نهاية شوطها الإضافي الأول. نبدأ الحلقة مع العناوين. الانضباط توقف حمد الله 15 يوما على ذمة التحقيق بعد الفيصلي. والأحمد مدافع الفيصلي يقول نسيت النصر وتركيزي في لقاء الفتح. والمدلج يرفع ملاحظات أحداث نصف النهائي للجنة الانضباط. الإثارة تعود لدوري MBS، الجولة 25 تهدد بغربلة الترتيب. والأهلي يبحث عن انتصار، غاب 61 يوما والرائد لتجاوز الخطر. 55 عاما على كأس الملك، لأول مرة النهائي بأندية الوسط. طائرة الأهلي أبطالا للنخبة السعودية للمرة السادسة في تاريخه. اسمحوا لي رحب بضيوفي في حلقة اليوم، معي من الرياض غرم العمري الناقد الحصري للبرنامج، حياك الله أبو خالد. حياك الله أبو لطيفة، مساء الخير، مساء الخير للسادة المشاهدين والمستمعين، ونرحب بالزملاء معانا وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة إن شاء الله. حياك الله. أيضا معي محمد الشيخ عبر سكايب من القطيف، حياك الله أبو عبد الله. يا هلا مرحبا سلطان، حيك حي الزملاء الأعزاء والمتابعين الكرام. وأيضا طارق النوفل عبر سكايب من الرياض، حياك الله أبو محمد. حياك الله أبو لطيف، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين ومشاهدات كذلك السادة الزملاء الأعزاء، حياكم الله جميعا. ما زالت مباراة الوحدة مع القوة الجوية العراقي، انتهى الشوط الأول الإضافي ما بين الفريقين بالتعادل الإيجابي، لأن الشوط الثاني على وشك أن يبدأ ما بين الفريقين في الملحق الآسيوي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا. 15 دقيقة تفصلنا عن المتأهل للمرحلة المقبلة إذا انتهت أو سجل أحدهم هدف انتصار في هذا الشوط، أو نتجه لركلات الترجيح مباشرة. يذكر أن الأندية السعودية شاركت، أو 6 أندية شاركت في دور الملحق، جميعها تأهل من خلال الملحق الآسيوي إلا الاتفاق في عام 2012، ونتمنى أن لا يكرر الوحدة سيناريو عام
2012 اللي جرى للاتفاق، ويكون التأهل التاريخي الأول للوحدة لدور المجموعات الآسيوي. اليوم أعلنت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي النصر عبد الرزاق حمد الله لمدة 15 يوما بشكل مؤقت وقابل للتمديد في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها لحين الانتهاء من دراسة الحالة التي وصفها بيان لجنة الانضباط والتي حدثت في مواجهة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وفقا للمادة 149 والمادة 152 من اللائحة، وبذلك يتغيب عبد الرزاق حمد الله عن مواجهة النصر المقبلة ضمن الجولة 25 أمام ضمك والتي ستقام يوم الجمعة القادمة في أبها. ويمكن كثرة التساؤلات في الأيام في الساعات الماضية بعد إصدار القرار، هل يغيب حمد الله بهذا القرار عن المواجهات الآسيوية المقبلة في التي ستقام في الرياض يوم 14 أبريل فيما يخص مجموعة النصر؟ لكن العقوبة هذه لا تندرج تحت البطولة الآسيوية، فقط هو إيقاف في المشاركات التي ينظمها ويديرها الاتحاد السعودي أو رابطة الدوري المحترفين السعودي. محمد الشيخ، يعني في بيان لجنة الانضباط اليوم أنه إيقاف عبد الرزاق حمد الله 15 يوم لحين دراسة الحالة، ما هي الحالة التي يقصد بها البيان أو يقصدها البيان؟ في البداية خليني أحيي الاتحاد السعودي عبر لجنة الانضباط. بصراحة غالبية منهم في الوسط الرياضي يكادون يفقدون أملهم تجاه لجنة الانضباط. مرت بعض الحالات التي قفزت عليها اللجنة، قد تكون كيفتها بأنها لا تستدعي النظر، ولكن هذا كان يتعارض مع يعني غالبية منهم في الوسط الرياضي. اليوم مع وجود حالة من حالات عدم الثقة تجاه اللجنة، إلا أن اللجنة أكدت يعني تواجدها في الزمان والمكان المناسبين. ما ينطبق على لاعب الكوكب لكونه في نادي في الدرجة الأولى أو في مسابقة أدنى من دوري المحترفين ينطبق على لاعب نادي النصر وفي دوري الأمير محمد بن سلمان. هذا ما هو مطلوب، أن تكون اللجنة على مسافة واحدة من كل الأندية، من كل المسابقات ومن كل اللاعبين. فهذه تحية أولا للجنة الانضباط. أيضا مثل ما أشرت سلطان بأنه كان مثار للجدل بشكل متسارع، أي الحالتين تعني لجنة الانضباط؟ هل هي حالة حمد الله مع الناقل التلفزيوني، أم هي حالة حمد الله مع لاعب الفيصلي الأحمد؟ أولا من مصادر أن الانضباط ستدرس الحالتين، وحينما توقع العقوبة، إذا كان هناك عقوبة، لأن في النهاية هي أعطت نفسها مهلة لدراسة الحالة، ستنطبق على الحالتين خصوصا. وأن أيضا من مصادر أن لاعب الفيصلي عبر ناديه رفع شكوى للانضباط، فهذه الشكوى محل نظر، ولو كانت ليست في محل نظر سترد كما ردت شكوى سعود كريري، وبالتالي واضح جدا. لا لحظة محمد الشيخ، عفوا بس عشان هذه الجزئية أبغى أتأكد منها، أعتقد غرم العمري أنت وكيل اللاعب وليد الأحمد صح ولا لا؟ أي نعم. رفع الطلب من إدارة الفيصلي رفع شكوى؟ أي نعم، هو قدم خطاب رسمي لنادي الفيصلي برفع شكوى على الحالة اللي تعرض لها اللاعب من الكابتن حمد الله. طبعا اللاعب يقدر يروح للجنة الانضباط مباشرة، ولكن احتراما لإدارة نادي الفيصلي، ونادي الفيصلي تعرف تملك إدارة محترفة تعرف تحافظ على حقوق لاعبينها، ولا شك أن نادي الفيصلي حيتخذ كل الإجراءات لحفظ حقوق أي لاعب عنده سواء الأحمد وغير الأحمد. واعتقد انه إدارة نادي الفيصلي سترفع شكوى اللاعب لجنة الانضباط اذا ما كان قد رفعتها فعلا. طيب إلى الآن. تفضل محمد كمل الشيخ. الأمر الآخر مثل ما أشرت أنه كان محل حديث، هل ينطبق على الحالة الأولى أم الحالة الثانية وهو تعرضه لمصور القنوات الرياضية؟ كلا الحالتين. ما يؤكد ذلك صياغة الخبر الذي خرجت عليه اللجنة والقرار، تقول قرار مؤقت بشأن ما بدر، والقانونيين لا تفوتهم الأمور اللغوية، وبصفة لغوي ما الموصولة
الموصول أؤكد قرار مؤقت بشأن ما، وما هنا بمعنى الذي، ما صدر أي عموم ما صدر من اللاعب. وبالتالي أنا أذهب تماما أن اللجنة ستضع الحالتين على طاولة التشريح قبل اتخاذ القرار. أيضا سؤال آخر، هل اللجنة ستأخذ قرارين تجاه اللاعب ونصوص اللائحة وفق المادة 41 تؤكد في حال ارتكاب شخص لعدد من المخالفات ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا وترمي إلى نفس المقصد في نهاية المطاف تأخذ بأيهما أشد؟ معنى ذلك أن حمد الله إذا طبق عليه عقوبة لاعب الكوكب وهي حرمة الحرمة الجسدية والتي أوقف على ضوها لاعب الكوكب أبودو إساكا 6 شهور والبسط والذي ينص على 5 مباريات، أعتقد ستذهب اللجنة إلى العقوبة الأشد وهي 6 شهور. بالتالي أعتقد أنه هذا ممكن القرار وممكن، طيب وممكن يا محمد الشيخ يطلع الرجل بريء من الحالتين، ممكن يطلع بريء ممكن يطلع بريء، لكن إحنا الآن نعطي انطباع وفقا لإيقاف اللاعب 15 يوم، لأن هذا قد يدخل اللجنة في إشكالية. طيب أنت أوقفت 15 يوم وخلال 15 يوم في مباراة، وبالتالي لا، يبدو لي أن اللجنة من حيث تكييف القضية أنها ناقع عقوبة. طيب بس هذه صارت، بس عفوا أبو عبد الله، هذه صارت مع حسين عبد الغني في القضية الشهيرة في مواجهة الشباب، أوقف 15 يوم لكنه برئ في النهاية، صدرت براءته. أي ولكن أيضا عوقب في 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 ناحية ثانية، عوقب في يعني أنا ما أتذكر الحين منصوص، ولكن لحقت عقوبة أخرى ومنها الغرامة. وبالتالي يبدو لي على الأقل أن العقوبة ستلحق حمد الله، ستلحق حمد الله. هنا نختلف على تكييف العقوبة، وإن طابقناها مع عقوبة لاعب الكوكب فسيأخذ 6 شهور. أيضا السؤال، البعض يشكل على اللجنة أن اللجنة لماذا لم تبادر لاتخاذ العقوبة مباشرة، لماذا تنتظر 15 يوم لدراسة حالة؟ أيضا لاعب الكوكب أوقف 15 يوم، خوطب نادي الكوكب بإيقاف اللاعب 15 يوم، وأيضا طلب من نادي الكوكب إرسال إفادة لجنة الانضباط. إذن مسار لجنة الانضباط في الاتجاه الصحيح، تصوري أن العقوبة ستلحق حمد الله على الأقل. أيوة. لن تكون أقل من 5 مباريات وقد تصل إلى 6 أشهر. طيب غرم العمري، هذا يخليني أسألك، يعني الخطوة اللي أجرتها لجنة الانضباط اليوم هي إجراء احترازي من قبلها أم بسبب شكوى نادي الفيصلي؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، لماذا 15 يوم؟ الموضوع ما هو موضوع اشتباكات بالأيدي وفتح تحقيق، الموضوع هي مخالفة أمامها، إما أنك تقول هي مخالفة أو ليست مخالفة. هي طبعا واضح أمام لجنة الانضباط ما تدخلت بالشكل هذا إلا في مخالفة أمامهم. ما حطوا 15 يوم تتكلم عن لاعب، ما تتكلم عن إداري أو أي شخص يعني خارج الملعب، تتكلم عن لاعب. لا يمكن أنك توقفه 15 يوم ويتخللها مباراة وما يكون في عقوبة على اللاعب. في مخالفة أمامهم، ولكن إيش حجم المخالفة اللي ارتكبها؟ طبعا القرار اللي نزل لجنة الانضباط للأسف ما حد عارف بالضبط إيش المقصود فيه. هل هي حركة الكاميرا؟ هل هي الاعتداء على وليد الأحمد اللي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي وصادته الكاميرا؟ هل هو مثلا في أمور ثانية ما نعرفها، مثلا في تقرير الحكم، تقرير مراقب المباراة، في شيء صار بعد المباراة؟ يعني كنت أتمنى من لجنة الانضباط أنها أقل شيء تشير للحالة عشان الناس تقدر يكون الأمر واضح بالنسبة لهم. ولكن أنا أعتقد أنه خلال 15 يوم هذه ممكن يستدعى اللاعب، إذا كان المقصود فيها الكابتن وليد الأحمد ممكن يستدعى اللاعب، أخذ رأيه، استماع للشهود، ممكن المتابع مراقب المباراة، أخذ التقارير كاملة عشان يعرفوا بالضبط إيش اللي صاير عشان لما يكون قرار. ولكن أتوقع أنا يا سلطان، أعتقد أنهم رايحين للمادة 81/6 من لائحة الانضباط اللي هي منع أي اعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للأفراد، خاصة أتكلم على الحالة اللي كانت مع الكابتن وليد الأحمد. العقوبة طبعا مغلظة بشكل كبير في الحالات هذه، ترى ممكن توصل إلى 2 سنين، يعني في غرامة مالية لا تقل عن 50,000 وتصل إلى 2 سنين، إضافة لو تكررت من اللاعب يحق للجنة إيقاف اللاعب إلى 5 سنوات ومنعه من مزاولة نشاط كرة القدم إلى 5 سنوات، نظرا للمخالفة كبيرة
مخالفة مش سهلة. النظام في البلد، النظام في كرة القدم، النظام حفظت لأي إنسان كرامته، حفظت لأي إنسان الحفاظ عليه، حتى لو كان حمد الله بنفسه. النظام ونظام كرة القدم واللوائح ونظام البلد هنا في المملكة العربية السعودية حفظت لأي شخص سواء سعودي أو غير سعودي، حفظت له كرامته. بس أنتم إلى الآن أبو خالد تتحدثون عن فرضيات. احنا نتكلم عن فرضيات، لكنه شوف يا سلطان، انت لما تكلم الحالة الجميع شاهدها، حتى النصراويين انتقدوا الكابتن حمد الله، سواء حركته مع الكاميرا، سواء حركته مع الكابتن وليد الاحمد، كل الناس حتى النصراويين كانوا اكثر ناس مستائين بصراحه من هذه الحركه. اللي انا يعني بصراحه الكابتن حمد الله لاعب ليس بالصغير، وفي ناس يا ابو خالد ايضا شافوها وقالوا انها ما فيها شيء، ممكن تكون لا مقطع عادية، لا مع احترامي له، أو لا ممكن لا تكون شوف عفوية. شوف أنا ما أتكلم عشان حمد الله والنصر، أنا أتكلم عن حالة أمامنا، ولا أتكلم عشان وليد الأحمد، ولكن بالعكس أتكلم عن لاعب الكابتن حمد الله، لاعب كبير يملك من الخبرة، عمره فوق 30 سنة. شفنا ردة كابتن وليد الأحمد كيف كانت، جدا جدا احترافية بشكل عالي، وكان ردة كابتن وليد مع الحركة اللي سارت له بالعكس أنا شوفنا كانت احترافية، وكان جدا جدا احترافي في عدم الرد، عدم أنه يمشي في حمد الله مع حمد الله في المجال، في يكبر المشكلة، تعامل مع الواقع باحترافية عكس الكابتن حمد الله صراحة اللي كانت حركة. وأنا أعتقد، أنا متأكد 100% أن الكابتن حمد الله نادم على أي حركة عملها، الحركتين كلها بصراحة، لأن لا يمكن تصدر من لاعب كبير مثل الكابتن حمد الله، المفروض ما تصدر منه. طارق النوفل، أنت قرأت البيان صح؟ بيان الانضباط صحيح. قرأت البيان؟ صحيح. إيه؟ صحيح. وفق نظرتك أو قراءتك لهذا البيان، الانضباط صدرته بتلقاء نفسها ولا بسبب شكوى وردت للجنة؟ لا أعتقد أنه ليس بشكوى، لكن رصدتها لجنة الانضباط. عموما بس ودي أتحدث أكثر عن مدار أو ما قاله الزملاء فيما يخص موضوع البيان، هل هناك عقوبة، هل هناك عفوا رصد لمخالفة أم لا؟ أنا باعتقادي نعم، ما حدث في قضية الرئيس نادي الشباب وحسين عبد الغني كذلك، أنه لما تم إيقافهم 15 يوم ذكرنا أنه هناك رصد لمخالفة وهناك عقوبة. ما هي العقوبة؟ يتم تكييفها بحسب اللوائح الانضباطية. حسين عبد الغني تم إيقافه مباراتين، بس تأكيد تم إيقاف مباراتين، 40,000 ريال غرامة. من وجهة نظري أنه برافو لجنة الانضباط، هذا اللي نبغى احنا. التجاوزات مرفوضة من أي شخص، من إعلامي، من إداري، من لاعب، كذلك اللاعب مهما كان اسمك عالي، مهما كنت لك قيمة جماهيرية عظيمة، إذا سوى شيء غلط راح ترفض. وأنا أحيي جمهور النصر، أحيي جمهور النصر، كثير منهم لم يتقبلوا ما قام به حمد الله في تلك المباراة، هناك أخطاء قام فيها حمد الله، واعتقد الجميع تحدث عنها في لقطه مع اللاعب وليد الاحمد وكذلك مع كاميرا الناقل. فهذا اللي قاعد يسويه حمد الله، انا ماني فاهم وين رايح حمد الله. ذاك النجم الكبير جدا اللي قاعد كل موسم يحقق جائزه الهداف، مو قادر الموسم هذا يتاقلم مع الوضع، ولا احنا قاعدين نفهم ايش اللي قاعد يصير مع حمد الله. حمد الله قيمه فنيه عاليه، إهدار لركلات جزاء بشكل مبالغ فيه، 80% من ركلات جزاء اللي قام فيها حمد الله ضاعت. اللاعب مش موجود داخل الملعب، اللاعب مو قاعد يخدم النصر، اللاعب ذهنه مش داخل خدمة الفريق، مشغول في شيء ثاني ماني عارف. فنرجع الموضوع الانضباطي، الموضوع الانضباطي أنا بالنسبة لكل اللي قالوها الزملاء صحيح وأتفق معهم 100% وأزيد عليه، اللي مفروض نقوله شكرا هم لجنة الانضباط، وأتمنى منها انه مثل هذه اللقطه حدثت في لقطه سابقه كانت بين بيتروس وسعود كريري ما تم الالتفات لها او الاخذ بعين الاعتبار او اصدار قرار انضباطي. في هذه اللقطه الكل اجمع ان هناك خطا كبير جدا صدر وبدر، والاجمل من هذا كله انه تم رصد الحاله ووضع حد لمثل هذه التجاوزات اللي شفناها اكثر من مره في فترات سابقه. طيب أنا بعد القرار الكابتن عبد الرزاق حمد الله غرد في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، قال إني أتصدق بعرضي على كل من ظلمني. هذه ردة فعل أولية
من اللاعب بعد قرار لجنة انضباط بإيقافة لمدة 15 يوم على أن يتم النظر في الحالات التي صدرت في مواجهة الفيصلي حسب نص بيان لجنة الانضباط. محمد الشيخ، هذا يخليني أسأل، لو تم التحقيق وبعدها ما رصد شيء أو لم يثبت شيء على اللاعب عبد الرزاق حمد الله وتم تبرئته، من يعوض النصر واللاعب من إيقاف مواجهة مهمة أمام ضمك؟ أول شيء سلطان خليني أوقف على التغريدة. حمد الله من حقه أن يدافع عن نفسه ويقول هذا أمر كفله القانون وكفله حتى حقوقه الإنسانية أن يعني يدافع عن نفسه، ولكن ليس من حق حمد الله أن يكذب عيوننا، أن يسخف عقليتنا. عفوا كابتن حمد الله، هناك فعل وهناك سياقات للفعل، حينما نأتي للفعل يمكن أن تمارس مثل هذه الحركة ونلاحظها في بعض المباريات، ولكن السياقات تختلف، السياقات ليست سياقات من هذا النوع، أن تختلس العبور خلف اللاعب وأن لا لا لا، هذه سياقات تشجيعية. هذه السياق في أي مكان أحطه يا كابتن حمد الله، في أي سياق، في أي سياق من حق اللجنة أن تبرئ اللاعب حينما لا تريد، ولكن ليس من حق اللجنة أن تصادر رؤيتنا بكل ما نملك من خبرة، بكل ما نملك من تقدير للأمور. لا 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 لا، من حق الآخرين أن يعبر عن رأيه، نحن لا نفتش في النوايا ولا أبدا، لكن لا يمكن حينما تسألني هل تقديرك لهذه الحالة أنها تجاوز للذوق العام أم أنها فعل طبيعي؟ لا تجاوز للذوق العام، وبالفعل لولا أنها تجاوز للذوق العام لما قامت بعض القنوات الرسمية بطمس هذه الصورة، بطمس هذه الصورة، لأن بالفعل صورة مؤذية، صورة مخجلة، وبالتالي لا، لن أصادر حق حمد الله، ومن حق من يدافع عن حمد الله يدافع عنه، ولكن ليس من حق أحد أن يصادر علينا تقديرنا لسياق الحالة ولهذا الفعل. هذه من جهة. حينما تقوم اللجنة في نهاية المطاف، مع تقديري أن اللجنة لن تبرئ حمد الله، هذا تقديري، ذهابها لإيقاف 15 يوم على الطريقة التي أوقف فيها لاعب الخرج، لاعب الكوكب، لن يمر هذا الحدث على لجنة الانضباط مرور الكرام. ولكن حتى لو لجنة الانضباط أخذت قرارها أمام لجنة الانضباط، ولكن أمام الرأي العام، من حق الرأي العام أن يقول هذا القول، من حق اللاعب الأحمد أن يرفع ويعتبر ما صدر، يعني الأحمد كلاعب نعرف أنه مرت عليه في سياقات اللعب هذا النوع من الحركة، ولكن سياقها مختلف تماما، مختلف تماما، ومرت ودون تصعيد ودون أخذ ردات فعل، ولكن هذه الحالة لا أعتقد أن ما أحدثته من رد فعل ومن رأي عام يعني رافض لها، لا أعتقد أنها بعد ذلك يمكن أن يمرر علينا حمد الله أو آخرين أن هذه الحركة عفوية أو تندرج ضمن الحركات الاعتيادية في السياقات الاعتيادية بين لاعبي كرة القدم. عفوا كابتن حمد الله. طيب ذكركم بس أن مواجهة الوحدة السعودي مع القوة الجوية العراقي اتجهت إلى ضربات الترجيح التي من خلالها ستحدد المتأهل عن مواجهة الملحق التي جمعت الفريقين بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف، وكان الوحدة قد تقدم بالنتيجة حتى الدقيقة 92 من زمن المباراة الأصلي والتي عادل فيه القوة الجوية، وبذلك لعبت الأشواط الإضافية و بعد قليل إن شاء الله ركلات الترجيح، وبالتوفيق للفرسان. فاصل قصير نرجع نواصل، ابقوا معنا. يا هلا وسهلا فيكم من جديد، هذا الهاشتاج اللي حاب يتواصل معنا في تويتر، وهذا الرقم الخاص بنقطة نظام المواجهة ما بين الوحدة والقوة العراقية اتجهت إلى ركلات الترجيح، والوحدة عبر نياكات استطاع تسجيل الركلة الترجيحية الأولى، وبعد قليل سيقوم القوة الجوية بتسديد الركلة الأولى. الله يوفق يا العويشير. وطبعا القوة الجوية قبل ما تبدأ ركلات الترجيح غير الحارس وأشرك الحارس الاحتياطي، بعض المدربين يتفاعل بمثل هذه الحركات على أن من شأنها تربك المنفذ من الطرف المنافس. هذه الركلة الأولى للقوة الجوية العراقي،
الله يوفقك العويشير، يا سلام عليك يا بطل، يا سلام. كنا الله يوفقك ووفق ربي. يلا إن شاء الله تكمل للوحدة ويفرح سلطان أزهر وتوفيق تونسي وكل الوحداويين. دشنا الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ محافظة المجمعة، المرحلة الأولى من مبادرة حرمة التاريخية والتي أطلقتها إدارة المسؤولية الاجتماعية ويشرف عليها فريق بقيادة عبد الكريم التركي نائب المشرف على إدارة المسؤولية الاجتماعية. كان ذلك بحضور الدكتور عبد الله التركي وسعادة رئيس مركز حرمة الأستاذ سعود الماضي ورئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي حمد الدريس ورئيس مجلس الإدارة فهد المدلج وسفير المملكة لدى اليونسكو سابقا الدكتور زياد الإدريس ورئيس بلدية محافظة المجمعة المهندس فهد الرميح. وبعدها افتتح رئيس النادي فهد المدلج وأعضاء مجلس إدارة بحضور المدرب واللاعبين صالة الإعداد البدني الجديدة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم والتي تم تجهيزها بأحدث التجهيزات العالمية. الزميل محمد التويجري تواجد والتقى بالأمير عبد الرحمن بن عبد الله محافظ محافظة المجمعة. حقيقة النشاط أو الجهد الاجتماعي اللي يقوم فيه نادي الفيصل اللي مشهود على كافة المحافظة واليوم نشاهد ثمرة من ثمراته. التفاعل بين النادي وبين الأخوة المواطنين في حرمة خير دليل على المشاركة الطيبة الاجتماعية من نادي الفيصلي. أشكر الجميع وأشكر من حضر اليوم لهذا تفقد هذه المنشآت الجميلة التي تعيد الذكريات للماضي العريق الذي نفتخر فيه جميعا. نبارك لكم سمو الأمير تأهل نادي الفيصلي إلى نهائي كأس خادم الحرمين. الله يبارك فيك وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله الحصول على الكأس إن شاء الله. الله الفيصلي النادي صرت أتابعه أنا شخصيا، ليس غير أني أفضل نادي الفيصلي وإن من المنطقة إلى أنه ممتع أيضا، ونتمنى إن شاء الله أن الفيصلي المزيد من التطور وإن شاء الله أنها بداية لإن شاء الله الثمرات كأس الملك إن شاء الله. وعلى كل حال حضور كأس الملك بحد ذاته هو شرف للجميع. أتمنى إن شاء الله أن نشاهد نادي الفيصلي في المحافل المحلية وإن شاء الله الإقليمية إن شاء الله. الله الأستاذ فهد شهادتي فيه مجروحة وأنا أقول هو روح النادي، الله يوفقه. أتمنى له التوفيق إن شاء الله وأتمنى استمرارها مع النادي. ركلات الترجيح ما بين الوحدة السعودي والقوى الجوية العراقي. حتى الآن الوحدة سدد 3 ركلات، نياكاتي فقط سجل الركلة الأولى والقرني يضيع الثانية، والآن عبد الكريم القحطاني يضيع الركلة الثالثة للوحدة، بينما القوى الجوية سدد ركلتين ضيع الأولى وسجل الثانية، والآن القوى الجوية في طريقة لتسديد الركلة الترجيحية الثالثة. غرم العمري صعبت على الوحدة الآن نفسيا؟ والله صعبت يعني صراحة، أنا شايفها الآن يعني فيها يا رب يا رب يا رب العويشير يردها، يا رب يا رب يردها العويشير، يا رب يا رب إن شاء الله نقول يا كريم. صعبت الحين صارت الآن ركلتين ترجيحية، هدفين مقابل هدف، باقي ركلتين. لا أعتقد أنها صعبة بصراحة، مع أنه كان في فرصة عند الوحدة أنهم أصلا من التسجيل في الدقيقة 92 يا سلطان يعني كانت مشكلة بالنسبة للوحدة بصراحة. يعني أنت فايز لين آخر دقيقة في المباراة، خبرة يعني المباريات اللي زي كذا ممكن تطير منك يعني، وأنا شايف أنها شكلها إن شاء الله أكون غلطان شكلها رايح الفريق العراقي. هذه الركلة الترجيحية الرابعة للوحدة إن شاء الله تسجل، لأن لو ضاعت خلاص أمل الوحدة في التأهل يمكن يكون صعب، خاصة إذا سجل القوة الجوية الركلة اللي بعدها. لا سجلها. إذن 4 ركلات للوحدة، سجل منها ركلتين وضاع 2، والقوة الجوية سدد 3 ركلات سجل منها 2 وضيع 1. فهد المدلج الأستاذ فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي يتحدث مع الزميل محمد التويجري بعد التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وعن ما هي قصة الملاحظات التي رفعها الفيصلي لجنة الانضباط. أشكر الأستاذ ووليد الفراج وجميع زملائه ضيوفه الكرام على دائما إطراءهم للنادي الفيصلي وذكر محاسن النادي الفيصلي. نظل مجتهدين ودائما نعمل في أسس رياضية وتنافس تقليدي يهدف إلى المساواة بين الجميع، وهذا هدف
وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وأيضا الاتحاد الدولي. الحمد لله عناء وتعب وتركيز يستحق الفيصلي التأهل. لا كان يعني لدينا تحفظ على بعض الأسماء، ولكن أشيد بلجنة الحكام الموسم الحالي ظهور أكثر من حكم بدل الأسماء اللي تكررت علينا كثيرا ولديهم أخطاء مؤثرة جدا إحنا عانينا فيها في الفيصلي وعانى فيها بعض الأندية، ولكن ظهور بعض الكثير من الحكام الجدد اللي تكلم عن حكام درجة أولى ما شاء الله أقولها بكل أريحية يعني نطمئن على التحكيم السعودي في ظل ظهور هؤلاء، ولكن يحتاجون إلى دعم أنهم يسند لهم مباريات من العيار الثقيل. يعني لائحة الانضباط خولت للأندية المتنافسة الاحتجاج أو إبداء ملاحظاتها على بعض قرارات الحكم التي لم تؤثر على نتيجة المباراة ولكن تؤثر على ما بعد المباراة، وهذا حق مكتسب للجنة الانضباط. أنا واثق من الزملاء في لجنة الانضباط بقيادة سعادة الأستاذ ماجد العريني وزملائه، يعني النظر في بعض ملاحظات الفيصلي اللي تم رفعها اليوم عبر الإيميل إلى لجنة الانضباط والتي تعني ببعض قرارات الحكم، وهذا ما أقول واجب على اللجنة ولكن يعني إحدى حقوق الأندية لدى اللجنة. أتمنى أن نفعل هذا الجانب، وإحنا مستندين على مادة وفقرة من ضمن لائحتهم. أيضا يعني لا يحرم اللاعب نفسه من تحقيق يعني أمنيته وفرصة قد لا تتعوض لها مرة ثانية، واللعب على النهائي بخطأ ما نقول أنه متعمد لكن قد يكون خطأ تقديري من الحكم، خصوصا في موضوع اللاعب رافائيل لأول مرة أشوفه في كرة القدم وأول مرة تمر علي اللاعب معتدى عليه ويحصل على كرت أصفر. هذه أناشد جميع الزملاء والأخوان في اللجنة النظر فيها بعين الاعتبار. انتهت قبل قليل مواجهة الوحدة السعودية مع القوية الجوية. القوية الجوية العراقي يقصي الوحدة من الملحق الآسيوي بركلات الترجيح، الركلات الترجيحية اللي تسددها الوحدة 5 ركلات ترجيحية، أضاع 3 وسجل هدفين، ما احتاج القوة الجوية أنه يسدد الركلة الترجيحية الأخيرة. الوحدة بذلك يفقد فرصة تاريخية في التواجد في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وهذه كانت اللحظة الترجيحية الحاسمة التي أقصت فرسان مكة من دوري أبطال آسيا من خلال الملحق الذي يقام حالياً في مكة المكرمة. نرجع للمباراة بعدين، لكن خلنا أسألك غرم العمري في حديث فهد المدلج يقول رفعنا ملاحظات لجنة الانضباط على قرارات الحكم من ضمنها بطاقة رافائيل التي يراها فهد المدلج غير مستحقة، هل بإمكان لجنة الانضباط عمل شيء وإلغاء البطاقة مثلا؟ والله شوف، من إدارة الفيصلي قلت لك هي إدارة محترفة تدافع عن حقوق ناديها، تشوف أن لاعبهم أنظلم بشكل كبير، تأثرت، لا تنسى أنه المدافع الآخر كمان طرد في المباراة وهو هذا أخذ كرت وحيتوقف عن المباراة النهائية. تتكلم عن 2 قلوب دفاع حيكونوا مش موجودين في المباراة النهائية، أعتقد من حق إدارة الفيصل أنهم يطالبون. لكن حكاية شيلة الكرت يعني بصراحة أنا ما أعتقد أنها راح تصير، لأن الحكم أخذ قراره من داخل المباراة. الحالة كلنا شاهدناها في التلفزيون، فعلا اللاعب فعلا بكل أمانة كان مظلوم في الكرت اللي أخذه، ولكن هذا قرار الحكم، ما أعتقد أنه حيكون في شيء قانوني فيها. طيب الأستاذ مسلي المعمر رئيس نادي
النصر غرد قبل قليل عن معلقا على عقوبة اللاعب عبد الرزاق حمد الله من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم. مسلي المعمر ذكر في حسابه: أنا لا عقوبة بشبهة، إما إدانة أو براءة، والشك يفسر لصالح المتهم. لو ثبت لنا تجاوزا من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الانضباط. سنستأنف ضد قرار إيقاف حمد الله لأنه لم تطلب إفادته ولم تحدد ما هي مخالفته، ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين. طارق نوفل، تعليقك على ردة الفعل الأولية من إدارة نادي النصر متمثلة بالرئيس. أعجبتني ردة الفعل. أول شيء مهما كان يؤكد أن هناك ثوابت لدى النصر والإدارة النصراوية، أنه لو كان هناك خطأ لبادرت إدارة النصر. تحدث عن التغريدة، عن ما ورد نص التغريدة، ولكن هل أتفق أم لا؟ الكل شوف أنه حمد الله وقع في الخطأ. تصريحك أو تغريدة مسلي المعمر هي من باب الدفاع عن لاعب ضمن فريقه لا أقل ولا أكثر، ولكن هل هو أخطأ ولا لا؟ أعتقد الأغلب، لما أقول كل الأغلب، يرى أن حمد الله وقع بخطأ، وليس خطأ واحد ولكن خطأين. لأن الآن ونحن في البرنامج نتحدث هل الخطأ الأول أم الثاني. أنا من وجهة نظري، وسبق أني كتبت تغريدة، أنه لابد أن يضرب بيد من حديد على كل لاعب يتجاوز مهما كان اسمه وحجمه. واعتقد انه حمد الله اذا كان مخطئ، وانا اراه مخطئ، لابد ان اداره النصر ان تبادر باصدار عقوبه قبل لجنه الانضباط. واما فيما يخص موضوع ان هناك مشاركات او الحديث بلغه قانونيه، بعيد كل البعد. ليس هناك شبهه، ولكن شفنا قدامنا ما يحتاج انه هناك شبهه. ليس هناك تلميح، ولكن هناك فعل رصدته الكاميرات والكل شاهده. فيما يخص موضوع انه مشاركه وطنيه، اعتقد انه النصر، انا من وجهه نظري الشخصيه، يلعب بشكل افضل اذا لم يشارك حمد الله. طيب، علي مجرشي لاعب الفيصلي، ايضا وليد الاحمد، ماذا قالوا عن تاهل الفريق ومواجهتهم المقبله مع الزميل محمد التويجري؟ زي ما الكل عارف ان ما تبدا المباراه تنزل كبديل تكون اصعب عليك المباراه، خاصة كنصف نهائي وتدخل الفريق ناقص لاعب. فالحمد لله يعني كملنا كنا ما في نقص، ومع تعاون زملائي اللاعبين ساعدوني الحمد لله كملت كنا ما عندنا نقص. صحيح، يعني الكثير انك تحقق بطولة في نادي الفيصلي، كفترة طويلة ما حقق نادي الفيصلي بطولة، فلا نفكر للمدى البعيد، نفكر في مباراتنا الجاية في الدوري أمام الفتح، وإن شاء الله لكل حادث حديث بعد. والله كنا مركزين طول الأسبوع، التمارين كويسة وقوية، تركيز عالي من الجهاز الفني والإداري واللعيبة، والحمد لله بمجهود اللاعبين قدرنا نوصل النهائي. نركز من أول ما يبدأ الكوتش شامسكا، نبدأ نركز بمباراة الفتح، لأن مباراة مهمة تفيدنا كثير في الدوري. محمد الشيخ، الآن أمامك قرار لجنة انضباط، ردة فعل أولية من اللاعب، من رئيس النادي نادي النصر مسلي آل معمر، وأيضا استمعت لحديث فهد المدلج فيما يخص توجهها للجنة الانضباط في أمور معينة تخص التحكيم. أنت شايف المشهد أمامك، وين رايح؟ خليني أولا ما يتعلق بتغريدة الأخ مسلي. مسلي يرى أنه، يبدو لي أنه يرى أن قرار لجنة الانضباط بإيقاف حمد الله 15 يوم لدراسة الحالة، أن هذا يدخل في إطار الشك أو الشبهة كما أشار في تغريدته، بينما لجنة الانضباط لم تشر بأي صورة من الصور على أن حالة حمد الله في إطار الشبهة، إنما هي تريد أن تدرس ما لديها من أدلة، ودراسة الأدلة ودراسة الحالة لا يعني بالضرورة أنها في حالة شبهة أو في حالة شك. هذه نقطة. النقطة الثانية، قد يرى مسلي أن لاعبه لم يرتكب مثلا خطأ، هذا حقه، ولكن أيضا من حق لجنة الانضباط، من حق الرأي العام، من حق الجميع أن يرى عكس ما يرى حمد الله، خصوصا حينما نضع الأمور في نصابها. قلت لك في فعل، وفي أيضا تفسير لسياقات هذا الفعل، يعني حركته مع مصور القناة الرياضية بهذه الطريقة، هل في سياقات
العمل الرياضي، تصرفات اللاعبين، يمكن أن تمر مثل هذه الحالة ونأخذها على محمل أنه قبلة مثلا للكاميرا؟ أنا لا أفهم حينما يلعق بشكل يعني مقزز، اسمح لي يعني أنا أتقزز. آخرين يرون أن هذه بمثابة قبلة حقه، هل هذه يمكن أن تحمل على الشبهة؟ ما أدري حقيقة. ممكن يجيك، ممكن عفوا ابو عبد الله، ممكن يجيك طرف يقول لك الرجل توه طالع من المباراه جالس يمسح العرق اللي في 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 خده او في وجهه. هذا راي اخر، ومن حقي اضحك على هذا النوع من التفسير. هذا تسخيف لعقولنا وعقول المشاهد. انا لا اقبل. اخرين يقبلون يبررون او تسخف عقولهم حقي، انا لا اقبل ان يسخف عقلي واقول والله قاعد يمسح عرق. لا 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 لا, لا. يلعق يده بطريقه ويضعها امام الكاميرا، حتى المصور ردت فعله كانت فيها حاله شكل من اشكال الانزعاج. الحكم الرابع كان يراقب المشهد باستغراب. ايضا حركته مع الاحمد، لعبنا كوره وتابعنا كوره سنوات، نعرف سياقات هذا الفعل وين يمكن تمريره وين لا يقبل ولا يمرر، وين انزعاج اللاعب واسره اللاعب والوسط الرياضي. وبالتالي حق مسلي المعمر المشروع أن يدافع عن اللاعب، أن يحاول أن يقلب الطاولة قانونيا، من حقه. لكن أيضا من حقنا أن نقول يجب أن ياخذ القانون مقتضى حتى لا نشاهد مثل هذه الأفعال تتكرر. لاعب الكوكب كما هو لاعب النصر ولاعب الهلال ولاعب الاتحاد ولاعب الاتفاق، هذا ما نقوله. وبينهم القانون والتقاضي، حق مسلي أن يستأنف حقه، ولكن حقنا أن نقول نريد شكل يليق برياضتنا مع كل اللاعبين مع كل المباريات. طيب غرم العمري، ردك أو تعليقك على ردة الفعل من قبل إدارة نادي النصر متمثلة بالرئيس. أنا أشوف أنه أمر طبيعي أنه يدافع عن لاعبه، يحاول يأثر على لجنة الانضباط في قرارها القادم، لأني أنا متأكد أنه في قرار قادم. ما تم التوقيف 15 يوم، أعيد وأكرر أنه في قرار قادم. لم تتخذ 15 يوم إلا شايف أمامها مخالفات، ولكن عشان تأخذ كيف تكيف الحالة مع اللائحة، فهذا هو السبب. لكن الأستاذ مسلم من حقه يدافع عن اللاعب ومن حقه يدافع عن النادي بالطريقة اللي يبغاها. ولكن أنا أروح كلامي مع أبو عبد الله نفس الشيء، المنطق والعقل يقول لك أن اللاعب ارتكب مخالفات جسيمة بصراحة، والرجل ما سأل الكاميرا أو المصور فقط، أساء لكل من هو خلف الكاميرا. أما الحركة الثانية اللي نشرت في جميع وسائل الإعلام الثانية مع الكابتن وليد الأحمد، ما في حتى أي قناة عادتها أو تعرضها، ولا حد يقدر يعرضها بصراحة، لأنها حركة مسيئة، مسيئة للجميع، مسيئة للرياضة، مسيئة لكرة القدم. حتى أطلق عليها في اللائحة أمر خطير، اللي هي التعدي على الحرمة الجسدية، التعدي على الكرامة. يعني ترى العقوبة حتى لاعب أحد، حتى لاعب الكوكب لما ذكر أنه 6 شهور، ترى مش شرط أنه 6 شهور، اللائحة تقول إلى 2 سنين، وإذا تكررت يا سلطان إلى 5 سنوات منع مزاولة كرة القدم. وهذا الكلام في العالم كله مش هنا فقط بس. طيب المخالفة حاصلة. القرار كان صادر وقابل للاستئناف، رئيس نادي النصر الآن يقول بنستأنف. أنت مطلع على الأمور القانونية وش ممكن يصير؟ من حقه يستأنف طالما انه ذا من حقه. يرفعون العقوبة 15 يوم او تثبت، ومتى يصدر هالقرار ضد الاستئناف؟ لانه شوف انا اعتقد ان لجنة الاستئناف لازم تثبت في الموضوع بشكل سريع، ولكن اعتقد انه حيؤيد القرار لسبب واحد. ال 15 يوم ترى اقول زي ما قلت لك، استماع لراي اللاعبين، استماع لراي الشهود، تكييف الحالة مع اللائحة تحتاج وقت بصراحة. طيب نسمع رأي الجمهور وش يقول في نقطة نظام. أشكر إدارة نادي الفيصلي على التعامل الإيجابي في موضوع حمد الله ووليد الأحمد. إدارة الفيصلي تعلمت من درس قضية البلطان مع نادي النصر مما أدى إلى تدهور نادي الشباب. الفيصلي مقبل على كأس الملك، فهو بيركز داخل الملعب. مساء عليك أستاذ سلطان وضيوفك الكرام. حب رسالتي بس لإدارة النصر أو جمهور النصر، مفروض حمد الله يجلس في الاحتياط، ما نقول له يطلع برا من النادي، لا كبير، لكن في غيره يحتاج فرصة مثل رائد الغامدي. برضه المدرب يحاول إنه يغير تكتيكه شوي، وهذه رسالتي له. سؤالي موجه ومحدد لك يا أخوي سلطان،
أريد الإجابة. الدوري مع وليد علمنا بالمصداقية والشفافية، هل اللاعب حمد الله يستحق العقوبة؟ أريد الإجابة منك يا أخوي سلطان. أخوك أنا ما أقدر أعطيك قرار فيما يخص يستاهل العقوبة أم لا، لأنه هذا أمر موجود لدى لجنة الانضباط وفيه قوانين وفيه لوائح وفيه أنظمة، لكن الكل يتفق وأنا منهم، إذا كانت الحركة متعمدة من اللاعب حمد الله فهو يستحق العقوبة، وإذا كانت الحركة غير متعمدة أو لم تثبت عليه فهو لا يستحق العقوبة وفق النظام. موجة سريع لأهم الأخبار الرياضية. انتخب المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير فهد بجلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية رئيسا للجنة التعليم الآسيوية وعضوا في المكتب للأعوام الأربع المقبلة، خلفا للأمير عبد العزيز الفيصل الذي عين نائبا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. وعبر الأمير فهد مجلوي عن سعادته بالثقة التي أولاها له المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد، وجه شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية على دعمه الكوادر الرياضية السعودية والوصول بها للمناصب الآسيوية والدولية. قفز المنتخب السعودي مركزين في تصنيف الفيفا للمنتخبات للشهر أبريل 2021 ليحتل المركز 65 عالميا والسادس آسيويا، وكان الأخضر قد خاض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الماضية ضد الكويت وديا وأخرى أمام فلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزام ووحدة الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استئناف رزنامة الكرة الآسيوية لعام 2021، وذلك خلال الاجتماع السابع للمكتب التنفيذي الذي عقد اليوم بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة. وتقدم الشيخ سلمان بشكر الاتحادات الوطنية التي أبدت اهتماما باستضافة المنافسات المقبلة بنظام التجمع. علق الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم عضوية الاتحاد الباكستاني والتشادي للعبة. وأوضح الفيفا في بيان أن قرار تعليق عضوية الاتحاد الباكستاني يأتي بعد الاستحواذ العدائي على مقر الاتحاد الباكستاني في لاهور من قبل مجموعة من المتظاهرين، وقرار مزعوم من بعض الأفراد باستبعاد اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد والمعينة من الفيفا. كما قرر الاتحاد الدولي تعليق عضوية الاتحاد التشادي للعبة بسبب تدخل حكومي. مشاهدينا ومستمعينا الحديث بقية لكن بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. يا هلا وسهلا فيكم من جديد، هذا الهاشتاج اللي حاب يتواصل معنا في تويتر وهذا الرقم الخاص بنقطة نظام. أجد ترحيب بضيوفي معي من الرياض غرم العمري وعبر سكايب أيضا من الرياض طارق النوفل ومن القطيف عبر سكايب محمد الشيخ. محمد العمري على هاشتاق البرنامج يقول ما أشوف أحد تكلم عن مدرب الفيصلي، ما شفته تقصد نرفسته اللي كانت في المباراة؟ محمد تويجري سأل شاموسكا وش فيك بتنرفس؟ foi um sonho nosso aqui no Faisal, né, chegar à final da Copa do Rei. لطالما كان حلم لنا أن نصل لنهائي كأس الملك والفوز بهذا اللقب. واجهنا بعض الصعوبات المواسم الماضية وهذا الموسم كانت عزيمتنا أكبر للوصول للنهائي وطموحنا تحقيق اللقب. انفعالي وغضبي عند طرد إيغور أمام النصر كان طبيعي، وبعدها استعدت هدوئي خاصة أنك تلعب أمام فريق كبير كالنصر حتى لو خسرت لاعب مهم كروسي وأنه لا يستحق الطرد، ولكن الأهم هو الهدوء حينها وإيجاد الحلول لتجاوز هذا الموقف. المحافظة على مرمانا بعد طرد روسي كانت بإدخال المدافع وليد وذلك بالتضحية باللاعب خالد الكعبي في الطرف، وذلك للمحافظة على التوازن الدفاعي للفريق لأننا أردنا اللعب بطريقة 4-4-1 لتكون لدينا كتلة دفاعية قوية ولا نستقبل أي هدف، وكذلك لتقريب الأطراف من المهاجم عند تقدم الفريق والأظهرة، وهذا يحقق التوازن الهجومي والدفاعي وكانت سبب في إيقاف قوة النصر الهجومية، والدليل أن سبب الهدف كان عن طريق كرة عرضية حصلنا منها على ضربة الجزاء. أيضا
مواجهة الفتح ستكون صعبة وقوية، وهي مباراة الست نقاط، والفوز بها سيريحنا لباقي الجولات، خاصة وأن التقارب النقطي كبير بين الفرق، وعازمون على الفوز أمام الفتح. وبعد الفوز التاريخي لنا أمام النصر في كأس الملك، اجتمعت باللاعبين وقلت لهم أن المرحلة المقبلة مهمة، وعلينا العمل بجد لمواجهة الفتح لأنها مباراة صعبة، لأن الفوز سيجعلنا نعيش أجواء شهر رمضان براحة نفسية كبيرة دون ضغوطات سلم الترتيب والنقاط. شكرا حبيبي. غدا تنطلق مواجهات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عدنا للإثارة من جديد لدورينا، مواجهة وحيدة في أول أيام هذه الجولة، الأهلي يستضيف فيها الرائد في تمام الساعة 8:58، بينما تستكمل المواجهات يوم الجمعة، التعاون يستضيف العين، ضمك يستضيف النصر في أبها، والكلاسيكو وقمة هذه الجولة الاتحاد يستضيف الهلال في مكة المكرمة، وتختتم المواجهات يوم السبت بمواجهة الباطن مع الشباب، والفيصلي يستضيف الفتح في مواجهة قوية ما بين الفريقين، وديربي الشرقية الذي يجمع الاتفاق بالقادسية على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة 25، الهلال في الصدارة يليه الشباب، ثم الاتحاد، التعاون رابعا، النصر في المركز الخامس، ثم الاتفاق، الأهلي في المركز السابع، القادسية في المركز الثامن، ثم الفتح، ويليه أبها، الفيصلي، الرائد، الباطن، الوحدة في المركز الرابع عشر، وضمك في المركز قبل الأخير، والعين في آخر الترتيب بعشرين نقطة فقط من 24 مواجهة. الأهلي يستضيف الرائد بعد فترة التوقف، من استجمع قوى في المواجهة التي لا تقبل القسمة على اثنين. تنطلق مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء وحيد يقام في مكة، عندما يستضيف الأهلي نظيره الرائد. بالعودة إلى ما قبل توقف المسابقة بسبب أيام الفيفا، الأهلي يخسر من الفتح بأربعة أهداف لهدف ويهوي في جدول ترتيب ليصل للمركز السابع. مرت لمصلحة ماكسيم كوفال، الفتح اليوم بالروح بالروح، محمد مجرشي ياخذ كرة، ممكن الرابع، ممكن الرابع، كويفا هرب، كويفا، الله. الرائد بعد أن انتصر على الفيصلي صمد أمام الاتحاد بالجولة الماضية وتعادل معه بهدف لمثله في مباراة كادت أن تذهب لرائد التحدي في أي لحظة. أحمد يحاول بكرة أكسية في نوم قيس تلامي، تحضير، الله 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 الله. يا الأهلي واجه ضمك ودية في فترة التوقف لعله ينهض من جديد، وتعادل معه بهدفين لهدفين، فيما اختار الرائد مواجهة الوصيف وديا وتغلب على الشباب بهدف وحيد سجله كريم البركاوي. الأهلي سابع الترتيب وبفارق 5 مراكز، يأتي الرائد الذي يعاني خطر الهبوط برصيد 29 نقطة. هجوميا الفريقان متقاربان، 36 هدف سجلها الأهلي في 24 جولة مقابل 35 هدف سجلها رائد التحدي. أما دفاعيا فالقوة الدفاعية ريداوية بفارق 6 أهداف. الرائد يراهن على الاستقرار الفني بقيادة هاسي وهدوء إداري، الأهلي على النقيض تماما ويحاول تحقيق انتصار غائم من 7 جولات تنوعت بين تعادلين وخمس خسائر متتالية. مواجهة في المنعطفات الأخيرة من المسابقة، والحاجة للنقاط الثلاث كبيرة لطرفي اللقاء، إما نقاط تبعد أحدهما عن القاع أو نقاط تنعش آمال الآخر نحو الصعود لقمة تعود عليها. غرم العمر، يعني 61 يوم تقريبا عن الانتصارات في الأهلي، بكرة تزيد ولا تكسر السلسلة؟ والله طبعا تتكلم عن 61 يوم غياب، تتكلم عن 5 مباريات خسائر متتالية، قبلها تعادلين، تتكلم عن مستوى بكل أمانة هزيل للاعبين النادي الأهلي.
ما نبغى نتكلم عن إدارة ولا نبغى نتكلم عن مدرب، نتكلم عن عطاءات اللاعبين داخل الملعب. لاعبين الأهلي يملكون إمكانيات عالية ولكنهم بصراحة لا يقدمون أي شيء داخل الملعب، بغض النظر عن المشاكل بغض، ولكن يجب عليك لما تحمل قميص النادي الأهلي يجب أنك تقدم شيء. لما تتكلم يا سلطان عن خسارة بالأربعة بالثلاثة بالاثنين من فرق أقل من النادي الأهلي، أقل من إمكانية النادي الأهلي بشيء كثير، أعتقد في مشكلة عند اللاعبين، في مشكلة عند عطاءاتهم. مباراة غدا مع الرائد أنا أشوف أنها بكل أمانة يعني حتكون صعبة على النادي الأهلي، لأنه لن يتحمل جمهور النادي الأهلي خسارة سادسة، لن تتحمل الظروف. الجمعية العمومية وصارت، كان كل الناس كانوا يتكلموا على الجمعية العمومية وطلعت وتكلمنا كثير وقلنا الجمعية العمومية ما راح يصير فيها شيء، ما في مخالفات على إدارة النادي الأهلي. وأرجع وأؤكد وأقول إحنا ما نقول إدارة الأهلي مميزة وإنه ما عندهم أخطاء، لا عندهم أخطاء زيهم زي أي أحد يعمل، ولكن هذا حال النادي الأهلي وهذه إمكانيات النادي الأهلي بوجود الأستاذ عبد الإله مؤمنة وإدارته. يجب خلاص ما في حل إنك توقف معهم، ما في إدارة جديدة جاية، ما في حل جديد، ما في أعضاء شرف قادرين يجي يدعموا النادي يدفعوا ماليا. فهذا هو حال النادي الأهلي، يجب على كل الأهلاويين الوقوف مع الفريق، لأن النتائج اللي تصير داخل الملعب بصراحة ما ترضي أي محب لكرة القدم. أنا أشوف المباراة غدا، أنا أشوف بصراحة أن الرائد أقرب، لأن الرائد يحتاج هذه المباراة بشكل كبير زي ما يحتاجها النادي الأهلي، ولكن تتكلم خطوط في جميع الخطوط الرائد شايفهم أفضل. في الجهاز الفني شايف هاسي مدرب يعمل فرق في مباريات مثل كذا. أتمنى إن شاء الله أن الأهلي يستطيع تحقيق الثلاث نقاط، ولكن أنا أشوف أن الرائد أنه أقرب لهذه المباراة. طيب الأسطورة على هاشتاج البرنامج يقول أخوي سلطان أسأل ضيوفك الكرام هل الأهلي سينجح في المباريات القادمة؟ محمد الشيخ غرم العمر يقول الرائد ربما يكون أقرب. تخيل معي بس الأهلي بكرة خسر المباراة قدام الرائد وثبت على 35 نقطة، بيلعب بعدها مع التعاون، ثم بيلعب مع القادسية، الهلال، أبها، وأخيرا مع الاتفاق، وضعه بيكون صعب. كيف بيتعامل الأهلي لو خسر؟ شوف سلطان، بعض الفرق مثل الأهلي يمكن أن تعطي تصور فني في الأوضاع الطبيعية، لأنه يملك لاعبين مميزين، يملك إرث فني قريب، يملك كل ما يمكن أن يجعلك تراهن عليه. ولكن هذه الأوضاع اللي يعيشها النادي الأهلي تجعل تصور الخسارة أقرب من تصور الكسب، لأنك لا يوجد لديك أي مؤشر يمكن أن يعزز يعني توقعاتك بالفوز. وبالتالي نعم أنا أذهب إلى أن الأهلي قد يأخذ الاستمرارية في التفريط في النقاط والخسارة، لكن في المقابل حظ الأهلي أنه يواجه الرائد. الرائد ليس بأفضل حال من الأهلي، الرائد من اللي كان من أندية المقدمة في الخمس الأوائل والست الأوائل في الموسم الماضي، اليوم هو يبحث عن البقاء. الأهلي بقدر ما هو يبحث عن تحسين وضعه، يبحث عن لا يخسر بطاقة آسيوية، تقلصت حظوظ كثير في البطاقة الآسيوية، لكن لا زال الأمر قائم. في المقابل الأهلي الرائد في المركز 12 ب29 نقطة، وبالتالي أيضا الرائد لا يمكن أن تعول عليه بأن يواصل بإيقاف الأهلي أو أيضا يعني استمرار خسائر الأهلي. وبالتالي نعم أنا أتوقع المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. إن فاز الرائد فهو لن يفوز على فريق ويحدث مفاجأة، وإن فاز الأهلي فهي بداية تصحيح مسار. طيب طارق النوفل، يعني شو ممكن يتغير في الأهلي بعد فترة التوقف وفي الرائد، خاصة أنهم آخر المواجهات في الدوري ما كانوا يحققون نتائج إيجابية؟ 5 خسائر متتالية للأهلي، 2 متتالية للرائد قبل الإيقاف أو التوقف. أنا من وجهة نظري أنه أشوف الرائد أفضل بكثير حالا من الأهلي. الأهلي في عصف إداري كبير، في الجمعية العمومية اللي صارت، في عدم رضا كبير على الإدارة. وأن كنت أتفق مع ما ذكر أخوي أبو خالد فيما يخص موضوع الأهلي ككيان كقيمة، لابد أنه على جمهور الأهلي، هذه رسالة أنا وجهها لجمهور الأهلي. الآن ليس وقت عتب، ليس وقت عتب أبدا. الآن الموجود هو الأستاذ
عبد الله مؤمنة هو الآن رئيس النادي وتم عقد جمعية عمومية وانتهى والآن بقى هو الرئيس، عليكم تدعمه لأنه لا مجال آخر غير الدعم. الأهلي عنده مشاكل كبيرة فنية، نعم عنده مشاكل فنية، وأن خسر الأهلي أمام الرائد ليست مفاجأة مثل ما ذكر أخوي أبو عبد الله، ليست مفاجأة، ممكن يخسر، والمستوى الفني متدهور بكل تأكيد متدهور، هناك في مشاكل داخل الفريق، نعم هناك مشاكل فنية مشاكل نفسية كبيرة جدا على اللاعبين الأهلي تحديدا، لاعبين الأهلي تحديدا أن يدركوا معنى الفريق أو قيمة الفريق. بس طارق عفوا الرئيس قبل أمس طلع وقال أنا جلست مع اللاعبين وتفاهمنا وحلينا، يعني كنا في بوادر حل وأنه عودة من جديد للفريق على الصعيد النفسي على الأقل. تأيد كلامي قال حل في مشاكل، أنا شو أقول لك في مشاكل، هل حلت؟ النتيجة ليست بالكلام ولكن بالفعل في مباراة الرائد تحديدا، هي مباراة الرائد هي مباراة مفصلية، وأنا أخالف كلام أبو عبد الله فيما يخص موضوع الرائد. الرائد ليس في شيء سهل جدا أبدا، لعب آخر أربع مباريات مباراة كانت أفضل مباريات قدمها، آخر مباراة من ضمن مباريات حتى هو خسران مباراة الهلال في آخر الثواني وآخر الدقائق، خسر قدم الهلال في مباراة قوية جدا، وقدم الرائد في الفترة الأخيرة صحوة كبيرة، كان كاد أن يكون الهلال هو الضحية. لا، الرائد فريق قوي جدا، نعم في مطبات كثيرة مرت عليه، وكان من المفترض بحسب الرائد الموسم الماضي المفترض أن يكون في مركز متقدم ليس مركز متأخر في هذه الفترة، ولكن الرائد فنيا ونفسيا يتفوق على الأهلي في هذا. طيب احنا مشاهدينا ومستمعينا بنروح للفاصل القصير نرجع نواصل، ابقوا معنا. الوحدة يرفض كتابة التاريخ ويكتفي بالتواجد في الملحق الآسيوي. فرسان مكة لم يحافظوا على الانتصار ويخرجون من القوة الجوية. أجمك الأوزبكي يقصي الغراف القطري ويكمل مجموعة الهلال. الانضباط توقف حمد الله 15 يوم على ذمة التحقيق بعد الفيصلي. والأحمد مدافع الفيصلي يقول نسيت النصر وتركيزي في لقاء الفتح. والمدلج يرفع ملاحظات أحداث نصف النهائي للجنة الانضباط. الإثارة تعود لدوري MBS، الجولة 25 تهدد بغربلة الترتيب. الأهلي يبحث عن انتصار، غاب 61 يوما والرائد لتجاوز الخطر. 55 عاما في كأس الملك، لأول مرة النهائي بأندية الوسط. طائرة الأهلي أبطالاً للنخبة السعودية للمرة السادسة في تاريخه. يا أهلا وسهلا فيكم من جديد، هذا الهاشتاج اللي حاب يتواصل معنا في تويتر وهذا الرقم الخاص بنقطة نظام. بالمناسبة نسمع رأي الجمهور. السؤال موجه للأستاذ طارق النوفل، هل من المعقول لاعب بحجم علي مجرشي لاعب نادي الفيصلي تتم إعارته من نادي الشباب، لاعب مكسب كبير للكرة السعودية؟ أستاذ قرم العمري، هل إيقاف حمد الله في الدوري السعودي يؤثر على مشاركته في دوري أبطال آسيا؟ سؤال للأستاذ محمد الشيخ، مع كل الاحترام والتقدير لآرائك ولشخصك، هل تملك الشجاعة أنك أنت تعتذر للكابتن حمد الله إذا ثبتت براءته بعد هذا الهجوم الشرس والشخصي عليه؟ الإجابة عندك محمد الشيخ. أولا نصحح، الهجوم الشخصي لا أرتبط مع حمد الله بأي شيء، وحمد الله مثل مئات اللاعبين سعوديين وغير سعوديين موجودين في الشارع السعودي وأشد بحمد الله، فهالموضوع مش شخصي.
الموضوع كما قلت يتعلق بحركة وحركة أخرى قام بها اللاعب، أجد أنها مسيئة للذوق العام، مسيئة للائحة الانضباط والأخلاق. أنا تقديري الشخصي أنها ليست حركة عفوية ولا ترقى لهذا، هذا تقديري الشخصي. لو أصدرت لجنة الانضباط أيضا، هذا وجهة نظر لجنة الانضباط، وجهة نظري أنها ليست عفوية ولا تستحق أن أعتذر له، لأنه سيبقى تقديري كما هو بأنها ليست عفوية. وإن أصدرت لجنة الانضباط أن تقع فيها، كأن يصدر حكم عقوبة انضباطية بكرت أحمر للاعب، يختلفان اثنان بأنها يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة، وقس عليها أي عقوبة انضباطية أخرى يمكن أن نختلف عليها. لن أعتذر حتى لو صدر قرار يعني عدم عقوبة للاعب، لن أعتذر للكابتن حمد. طيب واضح. طارق نوفل يسألك يقولك معقولة علي مجرشي لاعب مثل تعيرة للفيصلي وما تستفيد منه الشباب؟ بالعكس، من ضمن فوائد الإعارة أنه تمنح اللاعب اللي ما له قانة موجودة في فريقه الأساسي فرصة للعب، هذا وهذا الأسلوب يستخدم ويتعامل فيه أغلب الأندية في العالم، خاصة الأندية الكبيرة اللي تحاول أنه اللاعب بدل ما يجلس في دكة الاحتياط ويتحطم، بالعكس يلعب ويجرب حظه ويكتسب ثقة أكبر بعدها يرجع للفريق الأساسي. أنا هذه وجهة نظري، ولكن الشباب بوجود خالد الغامدي أعتقد لم يكن يحتاج إلى بديل له، كان صقور أو أي لاعب ثاني، لكن إصابة خالد الغامدي هي اللي كسرت ظهر الشباب، أعيد وأكررها أكثر من مرة. طيب تعرف من وكيله؟ وكيل علي مجرشي أحبه. ها غرم العبري، غرم ابو خالد، وش ود الرجال يعاره؟ لا 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 بالعكس، انا ايد كلام ابو محمد بالنسبه لعاره، بالعكس انا انه اشوف انه خيار جيد للاداره المحترفه. لاعب صغير في السن، تتكلم انت المجرش 20 سنه، لما ياخذ فرصته ويروح يلعب مباريات في الدوري السعودي ويلعب كاساسي في فريق زي الفيصلي، اعتقد انه حيعود اكبر قوه للشباب ومفيد للشباب. انا مع اعارات اللعيبه الصغار صراحه. جميل. موجز سريع لاهم الاخبار الرياضيه. نيابة عن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، شارك معالي مساعد الوزير الأستاذ عبد الإله بن سعد الدلاك في الاجتماع 34 لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك عبر الاتصال المرئي. وقعت اليوم جامعة الأميرة نورة اتفاقية تعاون مع اتحاد الكرة السعودي بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال رياضة كرة القدم النسائية، وذلك في مقر الجامعة. وتدعم الاتفاقية خطة الجامعة الاستراتيجية 2025 لضمان بيئة جامعية داعمة للصحة والرفاهية وزيادة ممارسي البرامج الرياضية، إضافة إلى خطة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد لتطوير كرة القدم النسائية ورفع قاعدة الممارسات لها وتمكين المرأة السعودية من الحضور في الرياضة النسائية بشكل أكبر، بما يتوازى مع رؤية المملكة 2030. توج عضو اتحاد الكرة السعودي نعيم البكر اليوم الأربعاء فريق النجمة بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين تحت 17 عاما للدرجة الثانية، وحقق النجمة اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الرياض بنتيجة 2-1 التي جرت بينهما على ملعب نادي النجمة بعنيزة. وكان فريقا النجمة والرياض صعدا إلى دور الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عاما للموسم الرياضي المقبل. وصل الاتفاق تدريبات مساء اليوم على ملعب عبدالله الدبل بالنادي استعدادا لمواجهة القادسية يوم السبت المقبل بالجولة 25 من دوري NBS، وتركز التدريب على الجانب الفني وبعض التمارين اللياقية، وغاب عن التدريب اللاعب محمد الكويكبي بسبب عارض صحي، فيما انضم صالح قميزي إلى قائمة المصابين مع نعيم سليتي وهزاع الهزاع عبدالله السالم وحسن سليس، حيث سيخضع القميزي لفحوصات طبية للكشف عن نوع الإصابة ومدة فترة التأهيل. قبل أروح الفاصل في سؤال لك غرم العمري، يقول لها أن تسأل غرم لو أن مسؤول عن الفريق من الأجانب اللي سيرحل ومن الذي يستحقون الاستمرار وشكرا، واضح من اليوزر أن عبادي أهلي أهلاوي، يتكلم عن لاعبية النادي الأهلي. إيه؟ من الأجانب اللي ترى أنهم يجب أن يرحلوا ومن اللي يستحقون الاستمرار في الموسم المقبل؟ من الوحيد اللي تقدر تقول لازم يجلس اللي هو عمر السومة، لسبب واحد انه عقده تو التجديد الان 3 سنوات، اما الباقين يجب ان يرحلوا تماما جميعا، حتى لو كانت عقودهم سنة واكثر.
عاد يدبرون اعمارهم لازم. لكن بالنيه من سلطان الجزائيه معلش الاهلي يبحث عن تقليص المصاريف والديون وانت تبي معلش خالص فنيا لا يقدمون اي شيء للنادي الاهلي. والسبب اللي خلي وضع النادي الاهلي فنيا داخل الملعب كذا واللي خلي مشاكل على الاداره واللي خلي تشنج الاهلاويين وزعل الاهلاويين هو سوء اللاعبين الاجانب في النادي الاهلي. حتى متريتا مش لاعب النادي الاهلي صراحه. يعني الناس يتعاطفوا مع السرعه. ترى متريتا ما سجل له هدف واحد ترى فقط اللي كان في الوحده. غير كذا وايش عمل يعني؟ ايش عمل متريتا؟ النادي الاهلي يحتاج لعيبه اعلى بكثير يا سلطان. طيب احنا مشاهدينا ومستمعينا بنروح الفاصل الاخير ونرجع نواصل، ابقوا معنا. يا اهلا وسهلا فيكم من جديد. هذا الهاشتاج اللي حاب يتواصل معنا في تويتر وهذا الرقم الخاص بنقطه نظام حمد المرامحي على هاشتاج البرنامج يقول اول مره اشوف غرم العمر يرشح الفريق اللي ضد الاهلي يفوز. يعني خلاص الاهلي الموسم ذا حتى المركز الاسيوي ما يحققه. والله يا حمد يعني انا اسمعني خلنا بشيل الاجابه عن ابو خالد. انت عشان تاخذ المركز الثالث بيكون لك نصف مقعد، والمركز الثالث صعب. انت طالع الفريق وتحت وانت نازل بينك وما بين مقعد الهبوط 8 نقاط. اذا خسر الفريق قدام الرائد انت قدامك مواجهات صعبه، قادسيه، تعاون، هلال، ابها، ثم اتفاق. تخيل كم نقطه ممكن انت تاخذها من الانديه هذه وكم نقطه ممكن تخسر في ظل المنافسه اللي بتكون من الانديه والتقارب النقطي في سلم الترتيب. الافضل ان الاهلي الان حتى موضوع الاسيويه يشيل الفكره من راسه ويركز انه يلعب في الدوري ويحقق نتائج ايجابيه وينافس في البطوله اللي يشارك فيها الان في البطوله الاسيويه. جانب اخر، اليوم توج رئيس او نائب رئيس اللجنه الاولمبيه السعوديه الامير فهد بن جلوي النادي الاهلي بالكاس والميداليات الذهبيه لبطوله النخبه لكره الطائره في نسختها 22 للمره السادسه في تاريخ البطوله بعد فوزه على الهلال بنتيجه 3 أشواط مقابل شوطين على صاله وزاره الرياضه في الرياض، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الاسيوي الدكتور صالح بن ناصر ورئيس الاتحاد السعودي لكره الطائره الدكتور خالد الزغيبي واعضاء مجلس اداره الاتحاد السعودي لكره الطائره. وحصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضيه بعد فوزه على الاتحاد ب3 أشواط نظيفه، بينما حصل الهلال على المركز الثالث والاتحاد الرابع وعلى الميداليات البرونزيه. الامير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنه الاولمبيه والاستاذ خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي لكره الطائره يتحدثون بعد تتويج الاهلي باللقب. أهني الدكتور خالد كرئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة على هذا التطور الملحوظ في هذه البطولة، والحمد لله شيء مشرف وشيء نفتخر فيه جميعا الحمد لله، ومبارك النادي الأهلي الفوز بهذه البطولة. الله يبارك فيك، وهذا كله بدعم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وإن شاء الله نكون بالقدر المأمول مننا إن شاء الله. كلمة توجهها للاتحاد السعودي لكرة الطائرة. أحب أشكرهم وإن شاء الله من هذا الأفضل إن شاء الله، وكأول خطوة للمجلس الجديد إن شاء الله الله يوفقهم إن شاء الله لما هو أفضل إن شاء الله. حقيقة كان كرنفال رائع جدا، وانطباعات جميع من شاهد سواء عبر التلفاز أو من حضر حتى سمو الأمير فهد بن جلوي، يعني الحقيقة أعجب بهذا التجهيز وبهذا العمل، وكان عمل جماعي حقيقة، يعني فريق عمل يعني مشترك من عدة جهات أثمر عن جودة عمل يعني متقنة، وبإذن الله في المستقبل سوف يكون يعني أمامنا تحدي أن نقدم مثل هذا العمل وأفضل بإذن الله. أود أن أشكر نادي الهلال أيضا حقيقة الذين ساهموا معنا مساهمة كبيرة في إنجاح هذا الكرنفال، ويعني قدموا جهود كبيرة ويعني على مدار الساعة حقيقة، وكان بيننا وبينهم تعاون مشترك والكل أشاد بهذه الخطوة، وما زلنا نطمح للأفضل بإذن الله. وبإذن الله بتضافر الجهود ودعم المسؤولين نحن قادرين على إعادة الكرة الطائرة السعودية إلى مكانها الطبيعي. كيف كانت أفراح لاعبي الأهلي لكرة الطائرة بعد تحقيق ذهب النخبة؟ أهلي مليوني مبروك، جبت الذهب للي حبوك، أسعدت جمهور راقي وتعبت منهم تحايلو. طبعا تعب سنة كاملة وهذه نتيجة ثمار الحمد لله، ما قصروا الشباب الله يديهم العافية.
يعني تمارين صباح ومساء، في النهايه حققنا بطوله الكاس الاتحاد وكاس النخبه. الف مبروك لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله عندنا الان استحقاقات خارجيه باذن الله نفرح الجمهور الهلاوي. والله يرحم في مشجع اهلاوي كان يهنيني قبلها باسبوع، عوض الشمراني الله يرحمه ويسكن عظام الجنه، من 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 الجماهير المحبه للعبة كرة الطائرة. بعين الصدارة والفوز لك على الجدارة، وسط الملاعب نجومك تكتيك وفن ومهارة. بارك للنادي الاهلي اول شيء البطولة، يستاهلوا وحظ اوفر اللي ما حالفهم التوفيق. الحمد لله فضل من الله ثم فضل، الجهود الإدارية الجهاز الفني اللاعبين اجتهدوا هذه السنة الحمد لله، تمارين صباحية مسائية، صابوا كل المشاكل وصابوا كل المعوقات وفكروا في البطولة، والحمد لله نتيجة الحمد لله بطولتين من ثلاثة. تعبنا مرة على الفاضي الحمد لله، يعني هذه ثمرة، يعني ما في شيء يجيك كذا من فراغ، يعني اشتغلنا واجتهدنا والحمد لله ربي وفقنا. أبارك لأصحابي، أبارك لجمهور النادي الأهلي، أبارك للمدربين الإداريين، وهارد لك لنادي الهلال ومعوضين ان شاء الله خير في البطولات الجايه. هذا الهدى الفوز للامه الاهلاويه جميعا، كانوا منتنين اي فرحه للفريق، فالحمد لله عوضناهم بكاس ونخبه، وان شاء الله في المزيد اكثر واكثر ان شاء الله. يا اهلي هات يمينك بحط ايدي بدينك، ناكد العشق الاخضر ما بين قلبي وبينك. يا اهلي يا اهلي هات بحط ايدي بدينك، ناكد العشق الاخضر ما بين قلبي. مبروك يا ابو خالد. الله يبارك فيك، نقول لهم صراحه الف الف مبروك، بطولتين مهمه حققتها الكره الطائره للنادي الاهلي. ابارك لاداره الاستاذ عبد الاله مؤمن واعضاء مجلس الاداره، وابارك صراحه للنموذج الاهلاوي عضو الشرف اللي يعرفه لاعبين الكرة الطائرة ويعرفون الأهلاويين كويسا، الأستاذ فهد الرشودي عراب الكرة الطائرة اللي خلف هذه اللعبة ولا حد يعرفه ولا حد يسمع اسمه، لكنه داعم لها بشكل كبير، مما خلى هذه اللعبة محافظة على زعامتها للكرة الطائرة في المملكة العربية السعودية. شكرا أبو محمد، ما قصرت، بيض الله وجهك. شكرا لك أبو خالد، انتهى وقتي، يعطيك العافية غرب العبري. شكرا جزيلا. شكرا لك طارق النوفل. شكرا جزيلا، ومبروك للأهلي، وكذلك مبروك لناشئي نادي النجمة تحقيق بطولة المملكة تحت سن 17 سنة، يستاهلون. شكرا لك محمد الشيخ. شكرا أخي سلطان، وخليني أيضا أستفيد من هذه اللحظة أقدم التهنئة للنادي الأهلي والأستاذ عبد الله مؤمنة، وأيضا أقدم التهنئة للدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة. الجميل أنه أحد أهم أبناء اللعبة كحكم كبير اليوم يقود اللعبة، وهن أيضا زميلي عضو مجلس إدارة الاتحاد سعد الرويس اللي أيضا هو ابن من أبناء اللعبة، واليوم أيضا في إشرافه على الإدارة الإعلامية قاعد يقدم عمل جميل لم نكن نشاهده من قبل، وهو أيضا كان يشرف على هذا العمل، معناته أنه فيه عمل جديد مقبل على هذه اللعبة الصعب العمل فيها، ولكن ليس صعب على الدكتور خالد وعلى فريق العمل. شكرا للجميع. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، وشكرا موصول مشاهدينا ومستمعينا، غدا إن شاء الله يجدد الموعد في نفس التوقيت 11 مساء، لذلك الحين دمتم في رعاية الله.